اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شريف، تتفق معايا ان الاهلي والترجي خارج التوقعات ولا لا؟ فاينل. طيب شايف ازاي مباراه الاهلي والترجي المباراه القادمه؟ خلاص بقى الفرقتين لما تبص لهم كده على الورق تحسهم متشابهين في كل شيء. يمكن الاهلي بيتميز بالفوز 8 وخساره 4 بس، يعني الترجي فاز 4 مرات بس. نعم، في التعادل اعتقد زي بعض، الاهلي ليه في السكور اكتر بكتير. ف تحس ان الملعب كمان بيجبرك على انك انت تبقى في معطيات تكتيك دفاعي هجومي، يعني للفرقتين. فرقتين بيقدروا بعض كويس قوي، فرقتين شايفين بعض كويس جدا، هنا في امكانيات وفرديات عاليه جدا، في تحركات، في معطيات لفرقه صاحب الارض في المباراه الاولى بيبقى عنده من الانطلاقات مثلا من على الاجناب زي حمدي النقاز، بيبقى عنده حاله تحرر ومشي، كل ده مقري بالنسبه لمستر موسيماني، عارف الشكل اللي بيلعب بيه شعلالي في ارضه وفي ملعبه. اما بيجي عندك هنا بيلعبك على الكونتر اتاك بتاعه على اساس انه يخطف منك هدف او اي حاجه ويعمل لك اي مشاكل. انما الميزه في الفرقتين ان بيلعبوا لعبه مفتوحه. الميزه اللي في الاهلي انه يقدر يقفل الملعب كويس قوي، وعنده من الانطلاقات اللي هي تقدر تجيب جول، تجيب هدف، يرجع فايز من المباراه هناك. فانت ما تقدرش تتوقع النتائج بتاعتهم، وان كان الخبراء لما يتكلموا في شيء يقول لك ايه، المباراه دي 1-1، المباراه دي تعادليه، شايفين ان القوه هنا والقوه اللي متمثله في الاهلي وفي الترجي قريبين جدا من بعض، يعني في كل حاجه. احنا عندهم بتقول الترجي بطل دوري ابطال افريقيا 2018 19، الاهلي النسخه الاخيره 2020. وان كان الاهلي هو دايما اللي بيوصل فاينل، لما ما تلاقيش الاهلي في الفاينل بتبقى مشكله. لما ما تلاقيش الاهلي بتبقى اكيد في فعل، يعني المؤسسات بتشتغل على انك انت تبقى موجود، زي ما كان عادل بيقول وانت بتتكلم لما كابتن محمود خطيب بيروح، بحيث ان دي مباريات فاينل، اذا كانت حتى في دور الثمانيه، بحيث انه بيروح يواكب الفرقه، دي مباراه فاينل، اللعيبه حاسه بكده. بالك بقى انك انت رايح تلعب الترجي سيمي فاينل هناك في الترجي. فكم من الروح اللي لعيبه الاهلي عارفاها دلوقتي، ايه المطلوب منهم؟ ايه اللي هينفذوه في الملعب؟ فعشان انا اجي اكلمك على فرقه من اول معز بن شريفيه لغايه انيس البدري والناس اللي هي موجوده وحمدي الهوني، هنتكلم بنفس الشكل من اول محمد الشناوي لغايه محمد شريف وطاهر ومجدي قفشه، عندهم نفس الشكل، نفس الترتيب، قوة الضربة نفس القوة الضربة قد القوة الضربة. مين اللي بينفذ؟ مين اللي عنده التيمبو؟ مين اللي عنده الايقاع اللي يقدر يمشي حالة التحكم في الكورة؟ يعني احنا لما بنتكلم بنتفرج على اوروبا دلوقتي، بشوف ان في فرق عندها زي اسبانيا مثلا تحكمه في الكورة 80%، ده شكل طبعا والسياسة والنظام، بس ما عندهمش كريستيانو رونالدو اللي يخلص. فرق تانية عندها كريستيانو رونالدو وعندهم نفس الشكل والاستحواذ، وازاي يقدروا يحافظوا على الكره من غير ما يكون عندهم اصابه. بلجيكا عندهم لوكاكو، فانت بتبقى في عندك عوامل في بعض الفرق محتاجه ان الفيرود بتاعك زي محمد شريف او موراتا يقدر يخلص ويعمل لك الشغل اللي بيعمله 10 لعيبه. لان انت كنت بتتكلم على علي معلول او ايمن اشرف او الناس دي، هيدوا مجهود. ايه المطلوب؟ مطلوب التنفيذ والتركيز اللي هو ابتدى من ساعه ما نزلوا من الطياره. يعني هما نزلوا من الطياره من هنا، وانا ابتديت احس ان انا دخلت فعلا كارتينا فيها تدريب، كارتينا فيها حفظ للعيبه الترجي، احترام لكل الاجواء اللي احنا فيها خلاص. وده العادي بتاعنا اللي احنا شفناه على الفتره اللي فاتت دي كلها. 4 بطولات، وان شاء الله نبقى في الفاينل باذن الله في افريقيا، وعندك لسه سوبر مصري بنتكلم فيه. فانت تحت ضغوطات نفسيه وتحت متطلبات جماهيريه انت قدها، هو ده البطل دايما، وده النادي الاهلي ما بيريحش، وده النادي الاهلي. مش كده؟ اللي الاهلي بيروح في اي حته بتعمل له مليون الف حساب. بيجي لاعب الاهلي بيعمل مليون الف حساب، والاهلي بيعمل مليون حساب طبعًا لكل لازم الفرق، يحترم كل بيحترم طبعًا كل اللعيبه، وباذن الله يكون ليه التوفيق وتنفيذ الشكل اللي الجهاز الفني والاداري اللي هم شغالين من دلوقتي لغايه المباراه يكون على نجاح باذن الله.